الحمد لله اليوم كنا في المستوى هذا ما كيعكسش اننا ما قدمناش كل ما دينا في التيربي. الحمد لله اليوم عاد بان شويه لو ريتم اللي كنا متعودين عليه في السنوات اللي قبل. الحمد لله هذا الشيء كيبشر بخير والحمد لله. كما قلتي كان واحد التطوير ماشي غير تطور، فانا لو ستيل ديالنا نلعب هكا عندي لا كاليتي ديال لاباس، مي غير كانت مساله ثقه ومساله بزاف ديال الاخطاء اللي كنديرهم في الماتش. الحمد لله حاولت نصحح بزاف ديال الاخطاء ديالي، مازال ان شاء الله نصحح بزاف ونقاد نكون قد المسؤوليه ديال الوداد الرياضي. الصراحه غنفتقدوا ايوب كعبي خونا وحبيبنا، دوزنا في ليكيب ناسيونال واحد الدري اللي متخلق بزاف، وكنتمنى ليه من كل القلب ديالي انه يكون في واحد المسار جيد ان شاء الله مع الفريق القادم ديالو ان شاء الله، وكنتمنى ليه كل خير ان شاء الله. تنقول الله يسهل عليه في هذا النهار هذا، ونتمنى ليه التوفيق مع الفريق ديالو، ونتمنى ان شاء الله الخير للاعب والفريق، ونتمنى ان اللي عوض الكعبي ان شاء الله يؤدي احسن الظروف. ومن هذا المنبر تنشكروا الكعبي على القتاليه ديالو وعلى يعني القوه اللي عطاها لينا في خط الامام. نتمنى ليه التوفيق ان شاء الله. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.